خليه يتربى، عبارة عادة ما يستخدمها الأهل عند تلقين أولادهم درسا في حال حصول خطأ منهم. هذا الخطأ من وجهة نظر الأهل يستدعي العقاب، والذي يكون في بعض الأحيان جسديا، وقد يصل إلى حد أن يتضرر الطفل صحيا أو معنويا. بالتأكيد لا يريد الأهل الضرر بأبنائهم، لكن كيف من الممكن أن يترجموا غضبهم وعدم رضاهم عن تصرفات أطفالهم بحيث تكون مجرد عقاب وليس تعنيف وليس عقاب؟ صحيح. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو المستشار الاجتماعي علي عبيد. صباح الخير أستاذ علي. في البداية عشان نفرق ما بين العقاب والتعنيف، أو خلينا نعرف يعني بمعنى أصح، لما نجي نعاقب الطفل كيف المفروض نعاقبه بدون ما يكون تعنيف؟ طيب، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة والموضوع الرائع جدا، خاصة أنه الفترة الأخيرة كل شوية بنشوف مثلا هاشتاجات المعنف الفلانية أو المعنف الفلاني. نقطة مهمة أنه نفرق بين العقاب والتعنيف. العقاب هو عكس التعزيز، دائما حتى احنا باللغة العامية نقول عزز، يعزز له، يعزز. التعزيز هو أني أنا أصدر أي شيء، سواء كلمة، إيماءة، حركة للطفل، بحيث أني أضمن أنه السلوك هذا حقه يتكرر تاني مرة. ممكن ابتسامة بسيطة. العقاب عكسها تماما. سو أي سلوك أنا أعطيه للطفل، سواء إيماءة أو حركة أو هذا، بحيث أني أضمن عدم تكرار، أو أحاول عدم تكرار هذا السلوك من الطفل فقط. سو العقاب هذا بالكثير، هذه مفاجأة، بالكثير عن كل سنة عمرية دقيقة. يعني إذا الطفل عمره 10 سنوات، كم دقيقة نعاقبه؟ 10 دقائق. بس بعد كده حتولد فيه العناد، العنف في الطفل نفسه. سو هذه آخر دراسات تربوية اجتماعية. احنا بنشوف مثلا الواحد أول ما زعل عاقب ساعة ساعتين، احنا يمكن على زمننا كنا نتعاقب بالأيام مثلا. يوه، تنحبس في البيت وما في خرج، أسبوع ما في مصروف. هل هذا يعني يعتمد على نوعية المجتمع، يعتمد على نوعية العقاب، يعتمد على أنه جيلنا كان يتعرض إلى أقصى أنواع العقاب وخرج جيل؟ خرج جيل مضبوط. طيب، لماذا الآن لابد أن تراعي؟ طيب، هذا السؤال الذهبي دائما تسأله حقيقة، حتى من والدي رحمة الله عليه، يقول لك يا أبوي إحنا ربناكم كده جاي تدلع بزورتك الحين، يعني بالعامية يعني. فبكل بساطة إنه مكونات المجتمع اختلفت. يعني إحنا على بشكل سريع، المجتمع مكون من أنظمة اجتماعية، نظام إعلامي، اقتصادي، سياسي، ديني، ترفيهي. إحنا على نظامنا كان مغلق، يعني النظام بس يأثر فينا، أما الفرد ما له قيمة. أما الآن الفرد يأثر في النظام، والنظام يأثر في الفرد، يسموها أنظمة مفتوحة. عشان كده صار الفرد نفسه أو الإنسان أكثر حساسية لهذه الأمور. هذا رقم واحد. رقم اثنين، رفع يعني الوعي زاد عند جيل هذا في نقاط معينة، ولكن ضعف في نقاط كثير ثانية. فإحنا دائما نقول هم أذكياء وكذا، صح في جوانب، ولكن تعال شوف في الجوانب الاجتماعية أو التفاعلية بيكونوا أقل مننا بكثير. جميل. طيب علي، يمكن إحنا كثير لما نشوف سواء المقاطع اللي تجي على الواتساب، في تويتر، أيا كانت، لما يجيك طفل مثلا أجنبي أمه بتعاقبه، يقول حاضر وطيب، يقول شوفوا لو إنه أولادنا أو لو عيالنا كم مدى العقاب اختلف، وردة فعل الطفل اختلفت بأنه أولادنا يختلفوا عن أولادهم، دائما هذه المقولة. لكن الآن قلت أنت أو ذكرت قبل قليل أنه العقاب لازم يكون 10 دقائق أو دقيقة. كيف تطبق هذه المقولة على طيب أولادك؟ هي بكل بساطة، شوف هذه بتخاصمه هو كمان يصغر لها، يعني احنا كمان يعطيها بالنظر. هي الفكرة كيف؟ انه يا جماعة الخير، الأم والأبو حقيقة في الغرب متجهزين لاستقبال الطفل أكثر من عندنا احنا في العالم العربي بشكل عام. يعني تلاقيه من قبل ما الأم أصلا تحمل هم بيتجهزوا نفسيا، وبيختاروا الاسم، وبيدهنوا الغرفة هم نفس حقيقة. احنا نتفاجأ فيه، احنا معقول الله ايش نسميه ويكونوا مخططين 9 شهور اسم، وبعدين النتيجة طرف آخر. فبالتالي حتى التجهيز النفسي للأبوين مهم جدا، ما نقدر، وينعكس هذا على سلوك الطفل بشكل مباشر. طيب، خلينا نتعمق أكثر بأنه العقاب الآن يقولون هو عقاب نوعين. صح. إما حجب المكافآت، أنه أنا ما أعطي مكافآت على شيء يعملها. صحيح. أو أنه أنا أدفع ثمن أي شيء يكسره وأحسسه بقيمة ما خسره.
تمام. هو عقاب يسموه عقاب ايجابي وعقاب سلبي. المقصود فيه اني انا يا اخذ منه الشيء اللي يحبه او اخليه يعمل شيء ما يحبه. انتبه نربط العقاب بالماده، احنا كده حنعالج شيء ونحوله الى انسان مادي بعد بكره. طيب. فالعقاب الايجابي اني انا اعطيه يعمل شيء، مثلا زي الكبار هذول لما يغلطوا في الكوره يعطوهم خدمات المجتمع مثلا، اخليه ينظف، ازيد عليه المهام. هذا العقاب الايجابي بمعنى اني انا اعطيه شيء اضافي. اما العقاب السلبي مثلا اني اخذ منه الايباد، اقلل له وقت اللعب، اعمل له هذه الاشياء. ننتبه انه نربطها بالماده ولا نقول له اذا سويت كذا خذ يا بطل حنعطيك كذا يس او هات من لا، ممكن هذه طريقه تربويه اخرى ما لها خص في العقاب تماما عشان نعرف قيمه الامور الماديه. ذكرت انه العقاب السلبي هو انه تحرمه من شغله معينه. بالضبط. كيف العقاب السلبي؟ يعني هم يسموها مثلا انا اذا عندي ايباد انا سو انت اخذتيه مني، سو انت اسلبتيني هذا الايباد، عشان كده يسموه سلبي. اما العقاب الايجابي اذا انت ما سمعت اذا انت ما سمعت الكلام اخليك تسوي عمل اضافي، سو اضفت لك شيء سو عقاب ايجابي. انا بس قبل الوقت ما ينتهي ابغى العنف. العنف هو اي ايذاء معنوي او مادي، جسدي، نفسي، حتى عاطفي، بكل الطرق. ممكن نظره تحول الطفل هذا الى عنيد، الى عنيف، الى شخص خطير جدا احنا ما نستهون فيها. سو اي ايذاء، وهذه الكلام احنا بنقوله هنا عامه، ولكن لما يجي الواحد في المكتب وزي كذا في ادوات قياسيه في دراسات ماجستير دكتوراه تبحث هذا العنف، مقدار العنف المتعرض للطفل يعني. خليني انا ابدا بانه هناك يقولون من سنه الى 7 سنوات تتشكل شخصيه الطفل، من 7 الى 18 10% الباقيه. كيف من الممكن ان نتعامل مع الطفل؟ تعنيف، ضرب، حتى الضرب الخفيف انه اذا عمل شيء يضربونه على حل. ما هذا طيب. الطفل طيب. هذه تحدث الان. حاضر. هذه ممنوعه. طيب الله يخليكم. بليز بليز، ضرب تحت أي مسمى، تحت أي سبب، تحت أي نية، خطأ، غلط. حتى إذا مسك شيء ولا يسوي له شيء، غلط غلط. أي شيء يس، هذه ما تعرف أنت ممكن إيش تولد عند الطفل حقيقة يعني. لكن هنا نقطة مهمة حضرتك قلتها، هي التربية شيء متراكب يعني. أنا ما ينفع أروح لمنطقة رقم 3 وأنا ما زبطت 1 و2، فهي بسرعة 4 سبعات. 7 الأولى لازم تدلل يعني، 7 الثانية لازم تقوم وتربي، 7 الثالثة تخاوي وتصادق، ثم تترك له الحبل على الغالب. احنا عندنا مرات في 7 الأولى دي احنا نلخبط، احنا نحاول نربي وهم صغار وبعدين بدأ يتكلم شويتين. بالضبط. فبالتالي هي مراحل تراكمية تراتبية، ما نقدر نقدم مرحلة على أخرى. إذا ما نجحنا في واحد بكل تأكيد 2 و3 ما حننجح فيهم. طيب علي، على ذكر التعنيف، عشان ذكرنا الضرب والتعنيف الجسدي، لازم نذكر التعنيف اللفظي ايضا عند الاطفال. الطفل بمجرد ما يبدا يتكلم يصير يسب سب ونفرح في البدايه. أي بعدين يعني الام والاب يجيبوهم عندي، مو الطفل هذا. هي لا حول ولا قوه يعني، هي من الاشياء اللي صحيح هذه ممكن فيها اختلاف كبير ما بين زمان والان. الان بعض الدعابات او اغلبها عن طريق الالفاظ اللي مش كويسه يعني، البذيئه يعني. في النهايه الطفل حقيقه اذا شفت سلوك منه الان اعرف انه هو شافه قبل سنتين او تربى عليه قبل سنتين. سو إذا هو سب الآن تقريبا قبل سنتين هو اللي طلعها. نتعامل دائما، أرجع وأقول، من غير عنف والعقاب بإني أنا آخذ أو أعاقب. وبالمقابل ما ينفع واحد تاني من الأطفال يقول نفس الكلمة ونقوم كلنا نضحك ونقول له عيدها تاني مرة. لما نقول له شوفوا اسمعوا هذا تعزيز. أيه صح. بعد كم سنة نقول له لا غلط، لا تسويها لأنها غلط. فهذا التناقض. وأنا أرجع وأقول العنف يا جماعة الخير اللفظي والجسدي حقيقي محرم إنسانيا. ما بقول دوليا وكده، وكل الحكومات الان في الخليج بداوا يحطوا ارقام للتواصل للعنف هذا. شكرا لي المستشار الاجتماعي علي عبيد، يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه يا علي. نبينا ننتقل الان الى اخبار الرياضه في التقرير التالي.